مساء الفل. النهارده هنتكلم في موضوع، ولكن قبل الموضوع يا جماعه عشان بس ما حدش يفتكر ان انا فاهم ان نوعيه الناس اللي هو ايه الشباب الروشه اللي هو الدنيا مثلا درجه الحراره 5 وانا لابس تيشيرت. لا، انا في دبي الدنيا نار دلوقتي النهارده، فما معلش استحملوني. النهارده هنتكلم عن موضوع انا شايف ان هو غريب بصراحه، وكذا حد سالني عليه، وهو انت ليه بتحب عمرو دياب قوي كده؟ هو انت شغال مع عمرو من الباطن؟ هو انت بتقابل عمرو في السير؟ طبعا انا كنت ممكن اعيش زي اي حد وزي ناس كتير لو عندهم ربع الفرصه اللي انا او فرص اللي انا قابلت بيها ناس كتير وقابلت بيها فنانين، كنت ممكن اقول لكم اه ده حبيبي ده مش عارف ايه. ماليش في التحوير ولا بشتغل معاه ولا اي حاجه ولا الهوى، ولا قابلته غير مره وبس، ما كانش في حاجه تانية ولكن حب لعمرو دياب ملوش علاقه لا بالشغل ولا بالبيزنس ولا بالنيله. واكبر دليل حاجه صغيره جدا، مش ممكن يكون وانا عندي مثلا 7-8 سنين ايام البوم راجعين مثلا وانا بسمع عمرو دياب، وساعتها قلت انا بحب عمرو دياب عشان يجيب لي كيس كاراتيه مثلا؟ مفيش حاجه اسمها كده يعني، فاهمين؟ فالموضوع ملوش علاقه بان انا بحب الشخص ده لسبب، لا انا مش بحبه لسبب ملموس. وحاجه تانية مثلا، البوم قمرين واكتر واحد انا عيطت يومي عياط، يعني اكتر واحد انا فاكر انه من 21 سنه انا عيطت عشان امي بقى الله يرحمها تجيب لي الشريط اصلي، وكان ساعتها ب 15 جنيه تاخد كريدت كارد عشان تقدم على كريدت كارد عشان تدفع 15 جنيه، كان رقم كبير كانه 150 جنيه دلوقتي يعني. ف وكان بقى ايه شرايط الضرب ب 2 جنيه ونص و 3 جنيه، هو بقى ويقول لك نفس الصوت، انا عايز الالبوم اللي فيه سكسكه اللي هو التريبل يعني، والبيز والدبه، ده عمرو دياب يا جدعان، ده عامل بقى. كنت عياط لحد ما جبته يعني، ليش فيه. فحب العمر يا جماعه، عشان الناس اللي بتسالني السؤال ده اكيد مثلا دول مواليد 2000 2001، وده مش غلط، يعني مش بغلط فيهم والله، بس هم اكيد شباب وبنات وحاجات كده صغيرين يعني، صغيرين اللي هو بدايه وعيهم على عمرو دياب كان في البوم مثلا بناديك تعالى، كان عندهم 10 سنين حاجه كده. فمن بناديك تعالى دلوقتي، انت لما تقول عمرو اه جامد جدا، بس عادي يا عم، في اه عامل تملي معاك ما انا سمعتها، بس انت ما سمعتهاش في وقت ما نزلت، بس انت ما سمعتش الالبومات اللي نزلها في الوقت اللي نزلت فيه. فبالتالي عمرو كان وما زال حاله تستحق الدراسه فعلا، مش موضوع واحد صوته حلو بيطلع عضلات بقى زي ماشي مش مهم. ف الفكرة كلها ان عمرو ذكرياتنا كلها مرتبطة معاه، يعني لما تقول لي مثلا البوم انا عايش اقول لك يا كنت ساعتها في المدرسة وكنت كل شوية اروح على البوتيك، كان بوتيك اسمه غوايش، كان في عبده باشا وانا كانت مدرستي في عبده باشا ناحية الظهر وميدان الجيش وكده، فكنت كل يوم بروح اسأل الشريط نزل فاهمين، لحد ما نزل بقى وانا اخيرا. فكل البوم انا ممكن اقول لكم ذكرياتي مع كل البوم وايه الحاله اللي كنت فيها، بحب بضرب بضرب كده يعني. ف عمرو بالنسبه لي حاله وجزء من ذكرياتي يعني. فحبي لعمرو مش بحبه من 2012 مثلا لحد، لا انا بحب فنه وبحب، وخدوا بالكم انا مش درويش يعني، انا درويش وماشي، انا ماشي بنور الله اه بس مش درويش يعني، انا مش من نوعيه الناس اللي هو ايه عمرو ينزل يا عيني يا لاوي يا غرابي، لا يعني في اغاني انا شايف ان ممكن عمرو يعملها احسن، في ده حاجه، ده يعني سيبرت على ان صوته تحفه يعني، انا بحب صوته لان صوته ذكريات معايا. هي الفكره في كده، ان انا مش بحب عمرو كحب دروشه في المطلق لا، ولكن شخص يجب التاريخ يتوقف عنده يعني، يعني يقف كده ويقول عمرو دياب ده عمل ايه عشان يبقى عمرو دياب بس. فهي فكره بس عشان الدنيا تكون واضحه، انا بحب عمرو دياب جدا كفنان كبير وكذكاء يا جماعه، انتم انا في كل خطوه هو بيعملها انا بتعلم، في حاجات ممكن اكون مش هقول لك انا مش معاه فيه، بس يعني عادي يعني ما مش قوي، وده طبيعي، ما فيش حد يا جماعه في المطلق كل حاجه هيعملها هتبقى تحفه وهتعجبك فاهمين. انا ده متاكد منه، وده حاجه واثق فيها، حته انه لولا اختلفت الاذواق لبرت السلع يعني، يعني انت ممكن، بس في حاجات بقى ايه
القواعد بقى، في البيزك بقى، البيزك اللي هو ايه، ان انت ممكن تكون مثلا مالكش في عمرو دياب، بس ما ينفعش تقول لي تملي معاك وحشه، ما ينفعش تقول لي قمرين وحشه، ما ينفعش تقول لي انا عايش ومش عايش وحشه، ما ينفعش تقول لي مثلا عكس بعض وحشه، بعد الليالي وحشه كده، يبقى انت مش طبيعي كده، انت في حاجه يعني. لان الاغاني دي حتى لما ناس اجانب بتسمعها تقول لك لا لا ده ايه ده، ده جامد جدا، ده يعني ده جامد فشخولي يعني. ف عشان بس نكون واضحين يا جماعه، ده اللي عندي، وده سبب حبي لعمرو دياب. وانت ليه بتحب عمرو دياب كده؟ فاللي انا بقوله مثلا ان انا ممكن اقول 5-6 افكار في فيديوهات، لو انا في مثلا الهام نزلته وانه مثلا فعلا ده ممكن يكون الفكره دي تتعمل كذا، انا بالنسبه لي ده نجاح، انه 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 عمرو بيسمع الجمهور، ودي حاجه حلوه على فكره، وحتى لو ده مش بيبان بس بيتعمل يا جماعه، ودي حاجه انا بحترمها فيه جدا. وبس عشان بس الناس اللي بتسالني ليه بتحب عمرو دياب قوي كده، هي دي الاجابه. عمرو هو ذكرياتي كلها، عمرو هو المثل الاعلى في النجاح والاستمراريه، واتمنى انه دايما يكون من نجاح لنجاح، ويعمل بوسترات جامده، بوسترات يعني، ويعمل اغاني جامده قوي، واغنيه عالميه، وشويه دراما بس. شو العربيه خدت مطب دلوقتي في الاخر، ده اللي كان عندي النهارده. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.